أن ما فيه هشام من الجزائر، وأن ضد فكرة تدمير روسيا لسوريا، وذلك للمصالح الاستراتيجية والسياسية الاقتصادية والدينية التي تمتلكها روسيا في سوريا، ومن بينها مصالح اقتصادية باعتبار روسيا هي الممول الرئيسي لأوروبا للغاز، فتدخلها في سوريا لإيقاف مشروع تمويل أوروبا بالغاز من طرف قطر، وهذا يعارض مصالحها، فليس لها مصلحة في تغيير النظام الشرعي في سوريا وإقامة نظام يسمح بتمويل هذا المشروع، ويوجد لديها أيضا مصلحة دينية، وذلك لاعتبار سوريا بلد متعدد الديانات والأعراق، ومن هذه الديانات هي الديانة المسيحية الأرثوذكسية، فروسيا هي دولة أغلبية شعبها دينهم هو المسيحية الأرثوذكسية، وتدخلها كان لحماية هذه الأقلية المسيحية الأرثوذكسية.